السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سيدنا منصور بالله جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وبمناسبة إحياء الذكرى 24 لوفاة جلالة المقبول له الحسن الثاني طيب الله ثراه، تتصرف هذه اللجنة الملكية بتقديم هذه الهبة الملكية الكريمة لإحياء هذه الذكرى، طالبين منكم إحياءها كعادتكم في هذا المقام الشريف أمام هذا ضريح القطب مولانا إدريس مولانا عبد السلام بن بشيش رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وعلومه. آمين. طالبين منكم إحياءها في جو رباني ملؤه القرآن الكريم والصلاة على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الدعاء لصاحب الذكرى جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه بالمغفرة والرضوان وجنات النعيم، ولأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بالنصر والتمكين. آمين. للأمة المغربية. آمين. للعيش الكريم في طمأنينة وسلام ورغد وتقدم في ظل العرش العلوي. السلام عليكم ورحمة الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.